نستكمل بقية أخبارنا ونروح للمسابقات الأولمبياد الخاص واللي هي مخصصة ليهم ممكن إمكانيات عقلية خاصة، وده بيختلف عن مسابقات البارالمبية واللي بيكون ليهم إمكانيات جسدية خاصة. ده فرق كبير ما بين الأولمبيات الخاص والبارالمبي. الأولمبيات الخاص الإماراتي وجه دعوة لنظيره المصري بالاشتراك في دورة التدريبات أو دورة تدريبية على نظام إدارة الألعاب والمسابقات GMS واللي هتقام يوم الأربعاء 17 يونيو في الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات من خلال المنصة الافتراضية باستخدام تقنية زوم. الدورة ضمن مجموعة الدورات اللي أقرها واعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة شيما الوزيرة وزيرة الدولة للشباب بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب، واللي وجه بضرورة وضع خطة الشهور المتبقية من سنة 2020 لاستكمال الدورات التدريبية اللي أقرتها الرئاسة الإقليمية خلال السنوات القليلة اللي فاتت في مختلف الرياضات. اهتمام على كل الأصعدة بإذن الله. مصر تكون موفقة أيضا في دعم هذا الملف مع الإمارات الشقيق، ولسه أكيد هتكون أخبارنا